السلام عليكم، أنا دكتور فهيم شلتوت. هنكلمكم على الأيزو 22000 بطريقة مبسطة كده إن شاء الله. في عندنا خطة سلامة الغذاء اللي هي الفود سيفتي بلان، السيطرة الإدارية النشطة. في عندنا نظام الأمن الغذائي الشامل، إن بيكون فيه المدير مسؤول عن مراقبة تطبيقات تداول الغذاء السليم والتي تساهم في الحد من الأمراض المنقولة بالغذاء. المدير والعمال عندهم معلومات كافية عن موضوع سلامة الغذاء، يعني ما ينفعش المدير يبقى ما عندوش فكرة عن الغذاء ولا التصنيع الغذائي أو سلامة الغذاء. فالمدير والعمال اللي معاه بيكون عندهم معلومات كافية في سلامة الغذاء. متطلبات السيطرة الإدارية النشطة، أول حاجة تدريب العمال، لابد العمال يبقوا مدربين في مجال سلامة الغذاء ويكون عارف الخطوة اللي بيعملها وأهميتها وخطورة لو ما تمتش بالطريقة السليمة. كتابة طرق العمل القياسية اللي هي SOPS دي لابد تكون مكتوبة وواضحة. يكون في عندنا خطط للمراقبة وحفظ السجلات دي تكون موجودة. يكون في عندنا فحوصات سلامة الغذاء. عوامل الخطورة للأمراض المنقولة بالغذاء، في عندنا جهة في أمريكا عملت إيه؟ اللي هي الـ FDA، عملت 5 نقط بيكون لهم الدور الأكبر في نقل الأمراض عن طريق الغذاء. الكلام ده في أمريكا اللي عملته الـ FDA. أول حاجة إن الغذاء يعني الحاجات دي اللي بتخلي الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء بتحصل، أول حاجة الغذاء من مصادر غير آمنة، طبعا دي مشكلة وبالتالي هيتسبب في نقل الأمراض. تاني حاجة الطبخ الغير كافي، دي مشكلة كبيرة. تالت حاجة درجة حرارة الطبخ غير مناسبة، المفروض الطبخ ده بيكون كافي، لو الطبخ غير كافي او درجة حرارة غير مناسبة وبالتالي الاكل ده لو فيه بكتيريا او فيروسات او طفيليات او اي مخاطر فهتتنقل للمستهلك. الادوات الملوثة دي بتساعد في نقل الامراض عن طريق الغذاء. انخفاض مستوى النظافة الشخصية للاشخاص، لابد الناس اللي شغالين في مجال الغذاء يكون بنهتم بالنظافة الشخصية ليه. في عندنا نظام الهاسب، الهاسب ده بيعتبر متطلب من متطلبات الايزو 22000 وعشان كده بتطبقه، وتكون المنشأة بتطبق الهاسب، وفي الهاسب ده بنحدد الخطورة. في عندنا خطورة اللي هو البيولوجيكال هازارد والكيميكال هازارد والفيزيكال هازارد، وبنعرف ازاي نتجنب الخطورة دي. بنحدد الكريتيكال كنترول بوينت، لا النقاط الحرجة دي بنحددها. في بعض الأماكن ما بتكون مش محتاجة لتطبيق نظام الهاسب، إنما في أماكن أخرى بتحتاج لتطبيق نظام الهاسب. ومن ضمن الحاجات دي اللي هي بتحتاج تطبيق نظام الهاسب اللي هو الغذاء المعبأ في غياب الهواء، وده بنهتم عشان عارفين الميكروبات اللي بتنمو في غياب الهواء للفاكيوم باكجد زي الكوليستيريديوم موتيلينم، ودي بتعمل حالة تسمم غذائي بسميها بوتيوليزم، فدي بتبقى خطيرة جدا، فدي بتحتاج تطبق الهاسب. تقديم اللحوم النية طبعا دي بتبقى مشكلة كبيرة ودي محتاجة تطبق نظام الهاسب.
العصائر اللي بتتقدم فريش، فدي بتبقى يعني لو في أي تلوث هيوصل على طول للمستهلك ويعمل له مشاكل، فدي محتاجة تطبق نظام الهضم. تقديم الأسماك الصدفية اللي هو الشيل فيش يعني مباشرة من حوض العرض. احنا عندنا الأسماك الصدفية ديت لو موجودة في حوض العرض والحوض ده فيه تلوث، فبالتالي هيتنقل للأسماك الصدفية وبالتالي هيوصل للإيه؟ للمستهلك. تعتيق أو تدخين الغذاء لغرض الحفظ اللي هو السموكت. احنا عارفين طبعا ان السموك في عندنا كولد سموك وفي هوت سموك وفي ليكويد سموك، فبنخلي بالنا من الحاجات ديت وتطبيقها. البرامج المشترط تنفيذها مسبقا، بنركز اول حاجة على الموظفين، الناس يكون عندهم دراية كافية بسلامة الغذاء، المرافق مثلا الحمامات الموجودة، المية اللي جاية المنشآت الغذائية لابد تكون سليمة ونظيفة وخالية من الملوثات الميكروبيولوجية والكيميائية والفيزيائية، المعدات عارفين المعدات اللي شغالة في المنشآت الغذائية بتبقى لها متطلبات خاصة. أمثلة للبرامج المشترط تنفيذها مسبقا. أما باجي أطبق الأيزو 22000 لابد يبقى في عندي خطة للتعامل مع الأمراض، لابد يبقى في عندي إجراءات التنظيف والتعقيم ودي لابد تبقى دورية، إزالة القمامة عشان ما تلمش الحشرات والفئران والتلوث، مكافحة الحشرات وخاصة الفئران، ما ينفعش تبقى المنشأة الغذائية الجدران بتاعتها مفلقة وبيعيش فيها فئران، فدي طبعا بتبقى مشكلة. كمان في مكافحة الحشرات ما بي في أماكن تداول الأغذية ما ينفعش أستخدم مبيدات حشرية، فدي بتعتبر خطر. انا بستخدم ايه؟ البيولوجيكال كنترول. اختيار المعدات طبعا ده بيبقى حاجة مهمة في المنشآت الغذائية. النظافة الشخصية للموظفين لابد طبعا بنهتم بيها وبنطبقها. احنا بنعمل اللي هو نظام الهصب، وزي ما قلنا قبل كده ده متطلب من متطلبات الايزو 22000، وبنعمل فيه فلو دايجرام وده بيوضح كل العمليات اللي بتتم من ساعة الاستلام وحتى التقديم. بنحدد الكريتيكال كنترول بوينت، بنحدد المخاطر اللي موجودة سواء بيولوجية أو كيميائية أو عضوية، بنحدد المخاطر المحتمل حدوثها والعواقب الوخيمة اللي ممكن تحصل منها، وبنشوف المخاطر وتكرارها، انهم بيتكرر كتير وانهم التكرار بتاعه ايه قليل. بنحدد الكريتيكال كنترول بوينت وبنشوفها ونتعامل معاها. في عندنا امثله للحدود الحرجه، بنشوف درجه الحراره سواء درجه حراره الطهي او درجه حراره التبريد والتجميد، بنشوف الزمن اللي بتاخده كل عملية هل هي بتاخد زمن اكتر من اللازم ولا لا، بشوف المقاسات الطبيعية، بشوف اللون والطعم والريحة والقوام، بشوف النشاط المائي اللي هو الووتر اكتيفيتي عشان ده بيأثر على نمو الميكروبات. كل ما كان النشاط المائي كتير او عالي كل ما كان فرص نمو الميكروبات أكتر، كل ما كان النشاط المائي قليل كل ما كان فرص نمو الميكروبات أقل. بشوف نسبة الحموضة والقلوية، بشوف نسبة الكلور،
بشوف الحدود الحرجة وبقارنها مع المعايير القياسية والتعليمات المنظمة للموضوع ده، بشوف المعلومات العلمية، دايما مطلع على كل ما هو جديد، بشوف الدراسات التجريبية. طبعا الدراسات التجريبية دي بعملها، وإذا نجحت في الدراسة التجريبية بعممها بعد كده، وبتشاور مع الخبراء في حالة لو حدث حدوث أي مشكلة أو كده، فلابد نستعين بالخبراء لحل المشكلة دي بطريقة علمية. وضع إجراءات المراقبة، لابد طبعا يبقى فيه مراقبة في المنشأة الغذائية، وبنشوف الخطوات كلها وكيفية حدوثها. أمثلة للمراقبة، في عندنا الملاحظة البصرية، إن يبقى فيه واحد بيتابع باقة الموظفين أو العمال، يعني بيكون فيه قياسات درجة الحرارة، أنا بشوف درجة الحرارة وأقيسها وسجلها، بشوف تقييم الزمن اللي هو بتستغرقه كل عملية، بشوف قياسات الحموضة والقلوية اللي هي البي اتش، بشوف قياسات النشاط المائي اللي هو الايه الووتر اكتيفيتي. بعد كده وضع الاجراءات التصحيحية اللي هي بشوف ايه يتوافق مع الحدود الحرجة، وامثلة ليها اللي هي درجة حرارة التصنيع او المعاملة الحرارية، ولو حصل اي خطأ بعمل على طول اجراء ايه تصحيح. وفي بعض الأحيان يكون الإجراء التصحيحي هو التخلص من الغذاء. بنسجل كل حاجة بتحصل يعني باستمرار. وضع إجراءات للتحقق اللي هي بنتأكد منها، وبنشوف 4 مراحل للتحقق، إن بتحقق من صحة كل الحدود الحرجة لكل نقاط السيطرة الحرجة، بنتأكد من إن خطوة بنتأكد إن الخطة بتاعة السيطرة الحرجة لتحليل المخاطر للمؤسسة يتم تطبيقها بطريقة سليمة. بنكلف أشخاص بمراجعة الخطة للتأكد من تطبيقها بطريقة سليمة. نتأكد من دقة كل المعدات، بنتأكد من دقة كل معدات المراقبة، المعدات اللي بتعمل مراقبة بنتأكد إن دي دقيقة، علشان كل أي حاجة بترصدها يبقى في عندنا متأكدين منها. 7 حاجة، وضع نظام للاحتفاظ بالسجلات. السجلات دي أنا بحتفظ بيها، وبشوف فريق الهصب اللي انا عملته، وبشوف مهمة كل واحد فيهم. بعمل توصيف كل بند في القائمة، بعمل فلوت شارت اللي هو مخطط تدفق بياني لكل بند في القائمة، موضحا عليه نقاط السيطرة الحرجة، المخاطر المرتبطة بكل نقطة سيطرة حرجة وخطوات منعها، الحدود الحرجة، إجراءات المراقبة، خطة الإجراءات التصحيحية، إجراءات الاحتفاظ بالسجلات، إجراءات التحقق من خطة نقطة السيطرة الحرجة لتحليل المخاطر. إدارة الأزمة، حالات الأزمة بتشمل الوباء المنقول بالغذاء، انقطاع الطاقة، السرقة، الحريق. في الحاجات ديت أنا بتوقع حدوثها، وعلشان اما تحدث يبقى على طول اقدر ايه اتصرف، وكل ما كان التصرف بتاعي اسرع كل ما كان احسن، كل ما كان التصرف بتاعي بطيء الخسائر بتكون اكتر. واقل ما يمكن عمله ان احنا بنعين اشخاص يمكن الاتصال بهم عند حدوث الازمة، وبنحتفظ بارقام التليفونات بتاعتهم، وتدريب العاملين على معرفة بمن يتصلون، يعني ساعة الكارثة يعرف إن هو هيتصل بمين. وشكراً.